صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 7 لسنه 2022 بتعديل بعض احكام القرار رقم 27 لسنه 2020 باعاده تشكيل مجلس اداره هيئه البحرين للسياحه والمعارض جاء فيه الماده الاولى يستبدل بالبند خمسة من المادة الاولى من القرار رقم سبعة لسنة 2020 باعاده تشكيل مجلس اداره هيئه البحرين للسياحه والمعارض البند الاتي السيد محمد احمد عبد الله علي ممثل عن شركه ممتلكات وتكون مده عضويته بالمجلس لنهايه مده سلفه.